ظاهرة لحوم الحمير في العراق تحرك كشملك أمام الرأي العام، فقضية بيع لحوم الحمير عادت لتشعل الجدل في الشارع العراقي بعد ضبط 50 حماراً في ملحمة بضواحي مدينة الموصل، إضافة لضبط كميات كبيرة من لحوم الحمير تباع داخل المطاعم في مدينة النجف، مع اعتقال قصاب في السليمانية بعد أن تم ضبط حمير مذبوحة في فناء داره، والكثير الكثير من الحالات التي تضبط يوميا، في إشارة واضحة إلى أن نسبة كبيرة من شعب العراق تأكل يوميا لحوم الحمير. في كشملك نستطيع القول إن أحد أسباب انتشار هذه الظاهرة هو وصول أسعار اللحوم في بلد يحب أكل اللحم إلى معدلات قياسية وأسعار تفوق القدرة الشرائية لأكثر من نصف السكان الذين يعانون أساساً من مشكلات وأزمات اقتصادية خانقة. لكن الخطورة تكمن في عدم ظهور توضيح رسمي حتى الآن في شأن عدد الحالات التي جرى ضبطها وعدد عمليات الاتجار بلحوم الحمير التي بيعت باعتبارها لحوم عجول. ومن متناقضات الأسعار بين المحافظات العراقية نرى إن سعر كيلو اللحم قد يصل إلى 20,000 دينار، بينما وجبة البرجر في بعض المحافظات لا تتجاوز 3,000 دينار عراقي وتحوي ما يقارب 300 غرام من اللحم. وقائمة التناقض السعري تطول في بلد يتعلق شعبه بأكل اللحوم. جهات إعلامية وجهت أصابع الاتهام لتقاعس وزارة التجارة في عدم مراقبة الأسواق وضعف إجراءات فحص محال بيع اللحوم. لنقدم نصيحة أخيرة لكل مواطن يقدم على شراء اللحوم من أماكن مشبوهة، فإذا كان اللحم يميل إلى اللون الأزرق قليلاً ورائحته بعد الطهي تميل إلى رائحة إسطبلات الخيول، وكان طعمه سكري قليلاً ومضغه ثقيل، فاعلم إن ما بداخل فمك هو قطعة من لحم حمار مسكين.